بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. إخوتي النحالين والنحالات في كل مكان وغير النحالين، اليوم نتكلم عن موضوع يعني ربما البعض لما يكشف عن الخلايا ولا يجد يعني لا يجد بيض ولا يرقات ولا شيء، يعني ربما يصيبه الإحباط أو يشك في أمور أخرى. إخوتي الكرام، في هذه الفترة عندما ترتفع في الصيف، الملكة عندها فترتين على ما أعلم أنا، يعني على حسب تجربتي الصغيرة، فترة في الشتاء وفي عندها فترة في الصيف. ما دامنا في الصيف نتكلم عن الصيف. الملكة عندني أنا الآن كما شفتم في الفيديوهات السابقة توقفوا عن وضع البيض، والآن الحمد لله رجعوا لوضع البيض. لكن إخوتي الكرام، إذا وجدت يعني الملكة توقفت عن وضع البيض لا تستعجل. البعض مباشرة يضع لها حبوب لقاح ويضع لها المحفزات ويضع. يا أخي الكريم، أنا أتحدث عن نفسي، عندما تتوقف الملكة عن وضع البيض لا أرغم على وضع البيض، مع أنني جربت مرة وضعت لها كما نقولوا محفزات ووضعت لها حبوب لقاح، لكن وجدت نفسي أنني مخطئ. لماذا مخطئ إخوتي الكرام؟ الملكة النحل هذا من يوحي له؟ يوحي له الله عز وجل، عنده فطرة. يعني الملكة لما توقفت عن وضع البيض عندها يعني كما يقول يعني أوحى لها الله، لهذا لا ترغمها أخي الكريم. ولماذا عندما تتوقف الملكة في وضع البيض مفيدة؟ أولا لمحاربة الفروة، يعني إذا أردت أن تعالج الفروة، يعني وخصوصا يعني عندما تنقص الحضانة يكون علاج الفروة أسرع. وأصلا عندما تتوقف يعني الملكة عن وضع البيض، يعني هي تستطيع أن تحارب الفروة بأبسط الأمور. أنا عن نفسي إخوتي أترك الملكة عندما تتوقف، أتركها تتوقف ترتاح. الله أعلم لماذا توقفت، كما قلنا من قبل الله عز وجل هو من يوحي لها. وبالتالي كما شاهدتم أنا كانوا الملكات متوقفين عن يعني على وضع البيض. الآن الحمد لله هذه الأيام رجعوا لوضع البيض. الآن كما قلت ماذا أفعل؟ سأجلب لهم محلول سكري مركز. المحلول السكري كيف أعمله أنا إخوتي الكرام؟ كيلو سكر في لتر وربع ماء أو ونصف، لتر ونصف أو لتر وربع، يعني يكون مركز. ماذا أضيف للمحلول السكري؟ مرة أضيف الشيح، مرة أضيف منقوع الزعتر، مرة أضيف له بعض العصير، عفوا ليس عصير، عصير فيه يعني ليمون قارص. مرات نضع فيه يعني كمية قليلة من خل التفاح الطبيعي. يعني كل مرة نعمل شيء، يعني ليس هذه كل المكونات نضعها في يوم واحد. هكذا إخوتي الكرام، يعني هذه الأعشاب مفيدة يعني لمناعة النحل، وكذلك يعني أمراض داخلية للنحل بإذن الله. هذا ما كان لدينا إخوتي الكرام، يعني لا أحد يقلق. إذا توقفت انتظرها بعض أيام. إذا قلقت يعني أو يعني شككت في أي أمر، ابحث عن الملكة فقط. إن وجدت الملكة انتهى الأمر، إن لم تجد الملكة فهناك أمر آخر. أصلا إذا توقفت الملكة عن وضع البيض ولم تكن موجودة، بالتالي النحل نفسه يخبرك بأن النحل الملكة لا توجد. تجده مثلا يعمل بيوت ملكية أو بيوت طوارئ، يعني أصلا أنت لا تتدخل أبدا. هذا ما كان لدينا إخوتي الكرام، لا تنسونا من دعائكم، اشتركوا في القناة إخوتي بارك الله فيكم. أي سؤال أو استفسار أو يعني أي معلومة تحبوا تضيفوها لنا اكتبوها لنا في التعليقات. دمتم بخير إخوتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.